برو انسى اشتريت 600 دقيقة، انسى الموضوع، جبتها ب 500 دولار، اخد شليته. ايه عم اخد شغل، لك لك صرت مصور 4 دعايات وفوتو سيشن. اختي يا زلمة انسى الموضوع، لك اي حدا عنده عرس، عنده دعاية، عنده فيلم بده يصوره، انسى، لك تصور سينما، انسى فوتو سيشن، روح يا كبير. اوكي، بس ليك تقولش لحدا انه انا بعدني بالمدرسة بربك. ليك مش كل اللي بيحملوا كاميرات هن مصورين، في كتير عالم تحمل كاميرات واصلا ما بيعرفوا يعملوا فريمينج للصورة، ما بيعرف حتى كومبوزيشن، ما بيعرف شو يعني ايزو، ما بيعرف شو يعني ابرتشر، ما بيعرف شو يعني شاتر سبيد، ما بيعرف شو يعني وايت بالانس، ما بيعرفوا ولا اي شيء، ما بيعرف شو يعني بورتريت، ما بيعرف شو يعني لاندسكيب. والمشكلة الكبيرة دايما الهواة بروحوا على الاسعار الكتير رخيصة، يعني اذا حدا بصف الثامن عنده كاميرا وحدا طلب منه يصور له شيء، ما رح يقول له لا اذا قال له بدي ادفع 20 دولار او 30 دولار. بنفس الوقت الزبون بكون عم يدفع 30 دولار، بقول لك شو هي حتى لو ما طلعوا حلوين عادي، ما انا مش عم بدفع شيء. بس خبريه انه الهواة عم ياخذوا من درب المحترفين، وعم بشوهوا صورة الفن والسينما والتصوير والكاميرا واي شيء تاني، فانتبهوا انتم مين بدكم تنقوا. على كل الاحوال يعطيكم العافية يا جماعة، وانتبهوا كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليك انه تكرم خلص 400 دولار.